البداية من لبنان، من وزارة الداخلية، حيث فتح باب الترشح للانتخابات النيابية. وتنضم إلينا من هناك الزميلة جويس عائي. جويس، يعطيك العافية. يعني هل من مفاجآت في اليوم الأول من فتح باب الترشح؟ شانتال، لا مفاجآت في هذا اليوم. كما ترين خلفي تحديدا، أقفلت وزارة الداخلية بعد انتهاء الدوام، أقفلت أبوابها على عدم وجود أي مرشح في اليوم الأول لفتح باب الترشيحات للانتخابات النيابية. المفترض أن تحصل بالقانون الساري المفعول شانتال، وهو قانون 60. ربما عدم تقديم أي طلب ترشح في هذا النهار هو إشارة ربما على عدم أخذ هذه الخطوة على محمل الجد شانتال، وخصوصا يعني أنه كما بات معلوما لم يتم التوافق على أي قانون، لا قانون 60 ولا أي قانون آخر في مجلس النواب وبين القوى السياسية، وهذه قد تكون أكبر إشارة على عدم أخذ هذه الخطوة على محمل الجد. إشارة شانتال إلى أنه أبواب الترشح إذا فتحت اليوم، والمهلة الأخيرة تكون يوم الأربعاء في العاشر من نيسان المقبل، وأيضا هذه المهلة إذا تنتهي عند الساعة 24 من يوم الأربعاء. أما رسم الترشح فهو مليونا ليرة، وإضافة إليه رسم 6 ملايين ليرة لبنانية، وهو رسم ما يعرف برسم التأمين، على أن يحصل يسترد المرشح نصف هذا المبلغ أي 3 ملايين ليرة في حال قرر سحب ترشحه قبل المهلة المطلوبة أي قبل 25 نيسان. إذن شانتال، مر اليوم الأول من دون تقديم أي طلب ترشيح للانتخابات النيابية التي من المفترض أن تحصل حتى الساعة، هي حاصلة وفق قانون 60 وفي حزيران 2013. هكذا هي الأجواء من أمام وزارة الداخلية التي أقفلت أبوابها مع انتهاء الدوام الرسمي. عودة إليكما شانتال وروبير في استديوهات النقاش. الزميلة جويس عائي حدثتنا من أمام وزارة الداخلية في الصنايع، شكرا لك.